هي من أكثر القضايا إثارة اللي صارت في فرنسا في السنوات الأخيرة. قضية ترجع لـ 2012، تبدأ بتليفون لرقم الإنجاد رقم 17. شخص يطلب النجدة تعرض لإطلاق ناري في وسط غابة في باريس، هو مضروب بالكرتوش وكرهبته اللي فيها مرته تشعل بالنار. شكون اللي عمل فيهم هالعملة؟ كيفاش صارت له الهدرة بالضبط؟ هل السيد هذا هو ضحية فعلا؟ وإلا ربما كان عنده تخطيط ماكيافيلي باش يخليه يعمل جريمة ولكنه يحب يعديها حادث. 4 سنين كاملين والشرطة والعدالة الفرنسية تبحث في هذه القضية قبل ما توصل للجواب فيها. تفاصيل قضية فرانسوا دارسي والطلقة اللي جات في ظهره في أشهر القضايا العالمية. Thank you.